يسأل يا شيخ حفظكم الله عن الدعاء وعن منزلته، وخصوصا في رمضان أو في عشر ذي الحجة، أيهما الذي يستجاب؟ كله يستجاب إن شاء الله. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث الدعاء هو العبادة. أدعو الله مخلصين له الدين، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان. دعاء مقامه عظيم، وهو أعظم أنواع العبادة، ولا سيما عند الحاجة وفي أوقات الفضيلة كآخر الليل وفي الركوع والسجود، أثناء الركوع والسجود، والسجود أرجح دعاء فيه، بار الصلوات، في الأوقات الفاضلة، رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، فهو يتأكد في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة. نعم.